بكم مشاهدينا، إنها الساعة 60، ساعة الإيقاع السريع والمختلف والمعلومة المباشرة الوافية وفيها الكثير. البداية من العناوين. حزمت فرنسا أمتعتها وغادرت النيجر، فهل طويت صفحة نفوذها في أفريقيا؟ فرصة أوكرانيا في الانتصار قد تكون انعدمت، ما بين الخريفين تعلمت روسيا الدرس. وأيضا في ملفات الساعة 60، شبح ترامب حاضر في ثاني مناظرة جمهورية، فماذا لو دخل المكتب البيضاوي مجددا؟ الفكرة ترعب أوروبا. فرح العراقي تحول إلى مأتم، الفاجعة قد تتكرر مع العام الدراسي الجديد، وعلى الجميع الحذر. منذ انقلاب النيجر على رئيس محمد بازوم في 26 من شهر يوليو الماضي، دخل المجلس العسكري في معركة تكسير عظام مع باريس. فرق هائل بين روسيا في بداية الحرب وروسيا الآن. الجنود الأوكرانيون هم من يؤكدون ذلك. استفاد الروس من تجربة الهجوم المضاد الأوكراني الأول الذي خسر فيه جيشها مناطق واسعة استعادها الأوكرانيون بسهولة، كما استفادوا من الوقت الطويل الذي انتظرت فيه أوكرانيا الأسلحة اللازمة لشن هجومها المضاد الثاني، وقاموا بتعزيز دفاعاتهم بزرع الألغام على طول خط الجبهة وبناء الدفاعات الهندسية. الأوكرانيون يردون على وصف تقدمهم بالبطيء من خلال الصياغة نفسها، فيقول بودانوف رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أن الأمر طبيعي كما أنه تقدم وليس تقهقر، كما يعزي القادة الأوكرانيون ذلك إلى تأخر وصول الأسلحة من الشركاء الغربيين، خاصة المعدات اللازمة لنزع الألغام، ما يعقد تقدم الجيش الأوكراني. كريس كريستي يسخر من ترامب. سنسميك دونالد داك في الساعة بعد دقيقة. أهلا بكم من جديد. خاض 7 مرشحين جمهوريين لرئاسة الولايات المتحدة المناظرة الثانية، فهل حضر ترامب؟ بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية موضوعاتنا لليوم، وتتابعونا غدا في الساعة 60. بايدن يحاول مجابهة نفوذ الصين في المحيط الهادئ، وأرمن كرباخ هل يواجهون تطهيرا عرقيا؟ في نهاية الساعة أبرز أحداث الساعة بصور من الآن وحتى الساعة المقبلة. أنا حنين الشولي، وهذه الساعة 60.